يسعد مساكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. إجاني بعض التساؤلات أو بعض الأسئلة عن مشروع الممشى من ألف جروب، فحبيت أن أروح هناك عند المجسم أجاوب على هذه الأسئلة، بالإضافة لأطرح عليكم غرفة وصالة، غرفتين وصالة مميزين في هذا المشروع. خلينا ندخل مع بعض. وصلت إلى مجسم المشروع. طبعاً من ضمن الأسئلة إجاني 5 أسئلة امبارح أو أول امبارح. السؤال الأول كان: هل مشروع الممشى هو مشروع تملك حر أم تملك قيد منفعة؟ فالمشاريع في إمارة الشارقة تملك حر 100% ويورث على الشريعة الإسلامية لجميع الجنسيات العربية، والجنسيات الغير عربية فهو تملك قيد منفعة. والسؤال الثاني اللي إجاني: هل في مول قريب من مشروع الممشى؟ طبعاً في الزاهية مول، وهو يعتبر أكبر مول في الإمارات الشمالية. راح أقلب الشاشة أنا، خلينا أقلب الشاشة. هذا المجسم، الزاهية مول تقريباً هون. خلينا نشوف على الخارطة، زي ما أنتم شايفين هذا هو مشروع الممشى، وتحديداً هذا هو الزاهية مول، وهذا شارع محمد بن زايد. السؤال الثالث اللي إجاني: كم هي رسوم الخدمات في مشروع الممشى؟ وكم الإيجارات المتوقعة في هذا المشروع؟ كمان رح أقلب الشاشة، زي ما أنتم شايفين هذه المرحلة الأولى، جزء من المباني تم تسليمها، فالوحدات هون الإيجار فيها تقريباً للغرفة وصالة 45,000، للغرفتين وصالة 75,000. أما بالنسبة لرسوم الخدمات في المرحلة الثانية اللي هي مباني السرو ومباني سوا، حتكون ما بين 8 دراهم إلى 10 دراهم كحد أقصى، وهم بيحاسبوا على المساحة الداخلية فقط. أكثر سؤال تكرر عندي: كيف يعني من غير دفعة أولى وجدول دفعات يمتد إلى 100 شهر؟ طبعا أنا طبعت جدول الدفعات، رح أقلب الشاشة. زي ما أنتم شايفين هذا جدول دفعات لوحدة من الوحدات. طبعا قلت لكم في عندي غرفة وصالة مميزة وغرفتين وصالة مميزين، رح نروح على المجسم إن شاء الله ونشوفهم سوا. هذا مشروع الممشى سرور وسوا. ما في دفعة أولى قلنا، الدفعة هي بتبدأ بأول قسط، سعر العقار 649,000 درهم، 1% بمعنى 6,490 درهم، على 100 شهر بمعنى على 8 سنوات و4 شهور حتى انتهاء سعر العقار. فبالتالي على طول قسط من غير دفعة أولى، والقسط بيكون 1% من سعر العقار. أكثر سؤال تكرر عندي: كيف يعني من غير دفعة أولى وجدول دفعات بيمتد إلى 100 شهر؟ طبعا أنا طبعت جدول الدفعات، رح أقلب الشاشة. زي ما أنتم شايفين هذا جدول دفعات لوحدة من الوحدات. طبعا قلت لكم في عندي غرفة وصالة مميزة وغرفتين وصالة مميزين، رح نروح على المجسم إن شاء الله ونشوفهم سوا. هذا مشروع الممشى سرور وسوا. ما في دفعة أولى قلنا، الدفعة هي بتبدأ بأول قسط، سعر العقار 649,000 درهم، 1% بمعنى 6,490 درهم، على 100 شهر بمعنى على 8 سنوات و4 شهور حتى انتهاء سعر العقار. فبالتالي على طول قسط من غير دفعة أولى، والقسط بيكون 1% من سعر العقار. بالنسبة للوحدات المميزة اللي قلت لكم موجودة عندي، في غرفتين وصالة وغرفة وصالة، أمانة من أجمل الإطلالات في المرحلة بشكل عام. طبعا زي ما قلت لكم هاي المرحلة الثانية، وهي عبارة عن 4 مباني سرور و4 مباني سوا. وفي عنا الحزام الأخضر هذا اللي بيفصل ما بين المرحلة الثانية والمرحلة الأولى. فعندي أنا في مبنى السرور 1 إطلالات بتيجي مباشرة على الحزام الأخضر وعلى شارع الجامعة، فإطلالة مفتوحة. طبعا للتذكير تقريبا المسافة ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، هذا المرحلة الثانية والمرحلة الأولى، تقريبا حوالي 75 متر، فبالتالي مساحة واسعة جدا وإطلالة مميزة جدا. في عندي غرفتين وصالة بطوابق عليا، الغرفتين وصالة بتيجي بمساحة 1221 قدم، بسعر 929,000 درهم. أما بالنسبة للغرفة وصالة، فعندي غرفة وصالة مميزة في المبنى اسمه سوا 3. طبعا المبنى هذا يعتبر بالصف الأول، وهو الأقرب إلى المدينة الجامعية. المدينة الجامعية طبعا زي ما قلنا حتكون في هذا الاتجاه، هذا هو المبنى. والإطلالة حتكون كمان مميزة، فهي إطلالة على المرافق بشكل مباشر. طبعا بالنسبة للوحدة فهي مساحتها 700 قدم،
أما بالنسبة للسعر ف 649 ألف درهم، وزي ما قلنا سابقا من غير دفعة أولى، وبجدول دفعات بيمتد إلى 100 شهر. إن شاء الله هيك بكون غطيت مجموعة الأسئلة اللي وصلتني، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار عن مشروع الممشى أو غيره من المشاريع أنا حاضر بالخدمة في أي وقت، ونراكم إن شاء الله بفيديوهات وتغطيات قادمة.